تعالوا نروح لتقرير لزميلتنا سالي تراد. الحقيقة إنه مصر على مدار السنين الأخيرة تحديدا تقريبا ما بيعديش وقت قصير جدا إلا ونسمع عن كشف أثري جديد، وهو ده عظمة مصر وحضارة مصر، إنه دائما في جديد في الحضارة المصرية، ومحدش لغاية دلوقتي لسه مكتشف لغز هذه الحضارة أو أسرار هذه الحضارة، لأنه كل يوم في جديد وكل يوم بنعرف معلومة جديدة. الحقيقة سالي كانت موجودة في منطقة سقارة عشان كان في كشف أثري جديد. تعالوا نروح نشوف إيه هو الكشف ده مع سالي ونرجع تاني لحضرتك. تماثيل عمرها 4300 سنة اتولدت من جديد في هذا الاكتشاف. تعالوا نتعرف على تفاصيل وملامح أكتر عن هذا الاكتشاف الأثري من منطقة سقارة، وكمان هناخدكم في جولة من داخل المقبرة. هدفي الاساسي في جيش المدير عشان ادور على هرم الملك حوني اخر ملوك الاسره الثالثه من الدوله القديمه. احنا طلعنا مقبرتين هتشوفوهم، المقبره الاولانيه بتاعت واحد اسمه ميري. الراجل ده كان مساعد قائد القصر العظيم، وكان كاهن الاله بتاع سكر اله سقاره، وبعض المناظر الموجوده الحياه اليوميه. مقبره ثانيه خاصه بخنوم جيت اف، وكان كاهن هرم الملك أناس. لقينا تابوت ضخم من الحجر الجيري، وبجوار هذا التابوت آثار هامة جدا كلها شكلها دولة قديمة. وشفت قدامي موميا من الدولة القديمة عمرها 4300 سنة مغطاة برقائق من الذهب. طلعنا أيضا مجموعة أبواب وهمية، الآثار اللي انتوا هتشوفوها دي كلها طلعت من الموقع. عندنا مقبرة القاضي وكاتب اسمه فتك، ومقبرة أخرى لعصر بيبي الأول كان لشخص اسمه ميسي. التماثيل اللي موجودة كلها دي بتخص ميسي. الاكتشافات مهمة جدا جدا عشان بتبين العلاقة ما بين الملك وبين الأفراد اللي حواليه. كانت علاقة الرجل بزوجته مهمة جدا بتظهر في التماثيل. لو حضرتك شفت التماثيل المزدوجة تلاقي بيحتضنها كده، فده يدل على مكانة المرأة اللي ما كانتش أقل من الرجل. بعض التماثيل كانت ملونة، لكن هل كلها من مادة الجرانيت أو إيه هي مصنوعة منها؟ هي مصنوعة من الحجر الجيري الجيد الملون، فده بيدل على بقرية المصري، لان الحجر كان سقاره فيها حجر جيري كتير. المنطقه هنا عندنا التمثال بتاع فتك القاضي ليه الشنب طبعا. كله طبعا مع العمال ونتيجه الحفاله اللي هي موجوده بيطلع في غلقان، طبعا بيبقى في كسر جدا، كسر كتير قوي. طبعا القطعه دي بتتنقل في القطعه الثانيه بتبقى كتير قوي عشان تتجمع، بيبقى صعوبه جدا. طبعا عشان انا حابب الحاجه طبعا، فبعمل عمليه تصنيف طبعا وتجميع، بعمل بروفا الاول للفخاره بشوف دي تركب مع دي لغايه ما في الاخر خالص بيديني الكومبليت او الفينش بتاع الفخاره. تبع لاي عصر القطعه اللي قدامنا؟ العصر ده حضرتك البطلمي. عمرها تقريبا كم سنه؟ يعني اقول مثلا 500 سنه مثلا ولا حاجه. اكيد بنشكر زميلتنا سالي تراد. عظمه مصر كبيره قوي، الواحد وهو بيسمع عن هذه الاكتشافات وقد ايه ان الاكتشافات دي بتكشف قصص
وحاجات من التاريخ وعلاقات جديدة وملوك جداد بشخصيات جديدة بحضرات كانت عايشة على أرض مصر. الحقيقة الواحد بينبهر قوي وبيزيد فخره قوي ببلده. عشان كده كنا لسه بنتكلم عن الخروجات، لازم نودي أولادنا هذه الأماكن عشان يتعلموا من التاريخ ويتعلموا من هذه القصص، وبتبقى في إطار حواديت لطيفة بيتعلم بيها حاجات حلوة وبيتعلم بيها حاجات عن بلده، لأن ده بعد كده هيأثر في نفسيته وفي شخصيته، وهيخليه بعد كده لو هو عنده تشوش في حاجة أو تشتت أو أي حاجة بتخليه إن هو يتعلم من هذا التاريخ.